الأنبار. تلك المدينة الغافية بين أحضان نهر الفرات والتي تعد من أكبر محافظات العراق، حيث تشكل ما يعادل الثلث من مساحته، فيما يبلغ إجمالي عدد سكانها 1,900,000 نسمة. محافظة الأنبار هي أحدى محافظات العراق، تقع بالغرب منه وعلى حدود دول مجاورة الأردن وسوريا والسعودية. وتحتوي هذه المحافظة على عدد من المدن التي لها جذور تاريخية عميقة، منها عانة وراوة وحديثة ومدينة هيث بالدرجة الأولى والفلوجة ومدينة الرمادي. هذه المدينة تعيش بين نهرين بشكل سليم وآمن وهادئ، إلا أن مجريات الأحداث التي جرت مؤخرا وبين ليلة وضحاها عاشت في ظلام دامس حينما داهمها الغربان ومن ساعدهم، لم يكتفوا بتدمير المدينة بل أصروا على تهجيرنا، فمدينة بحالها قد رحلت لكنها بقت ساكنة في قلوبنا. منذ عام 2003 كان المواطن في الأنبار والعراق يتطلع إلى حكم ديمقراطي جديد، كان كل أملها أن يخلص من الدكتاتورية، لكن مع الأسف انصدم من قبل الأحزاب والكتل الحاكمة بعد 2003 لحد هذه اللحظة. وهكذا بدأ فصل جديد من الصراع على أرض الأنبار. هجمات انتحارية بالسيارات والدراجات المفخخة والأحزمة الناسفة. في ذلك الوقت وما تلاه بين عامي 2005 و2006 نشأت في الأنبار مجاميع مسلحة تحمل أفكارا متطرفة، أطلق عليها في بادئ الأمر جماعة التوحيد والجهاد قبل أن تتحد مع بعضها وتكون ما يعرف بتنظيم القاعدة. وجدت هذه المجاميع محافظة الأنبار المكان المناسب لتنمو بسرعة فائقة، واستخدمت القتل والخوف في السيطرة على ما تريد. مرت على الأنبار من عام 2003 إلى 2005 ما يعرف بتنظيم القاعدة. هي من خلق سواء دول إقليمية وساسة أدت ما أدت من خراب ودمار وقتل للبنى التحتية والولد والابن. حيث تفاقم الوضع حينها وأصبح لا يطاق وسط سيطرة هذه المجاميع الإرهابية على جميع مرافق المحافظة، حتى جاءت ساعة الصفر. فبعد اجتماع شيوخ ووجهاء الأنبار تم إطلاق مشروع الصحوة. انطلقت حركة الصحوة بقيادة الشهيد عبد الستار أبو ريشة، فهبت العشائر عن بكرة أبيها تحمل السلاح دفاعا عن أرضها، وفعلا تحقق ما كان مخططا له التحقيق، فسرعان ما تم تطهير جميع مناطق ومدن الأنبار من سيطرة تلك المجاميع الإرهابية. أبو سياف والله مقاتل من أبناء العشائر اللي وقفهم ضد تنظيم داعش، وفيما وقبلها كان تنظيم القاعدة، وهذا واجب والله. أنا يعني كن ما أعرف عن نفسي بقدر ما الناس تعرفني، وهذا الشيء يعني أنا ما أعتبره فضل، أو هذا واجب علينا يعني، بأنه أنت تكون اليوم من تتعرض محافظتك أو مدينتك أهلك وناسك لأي اعتداء أنه تكون لك وقفة. بعد تنظيم القاعدة ظهرت لنا الصحوة بعد 2008 وساد الأمن والهدوء في محافظة الأنبار. بعد تلك الحقبة المريرة التي تعرضت لها محافظة الأنبار، ضحك القدر لهذه المحافظة مرة أخرى، فانعكست الصورة تماما، وعلى إثرها شهدت الأنبار طفرة نوعية في البناء والإعمار وعلى شتى الميادين والأصعدة. محافظة الأنبار بشكل عام شهدت استقرار أمني كبير جدا، خاصة بعد دخول الصحوة على الخط وإنهاء فكر القاعدة بشكل كبير جدا في مدينة الرمادي بشكل خاص، ومن ثم انسحب على عموم محافظة الأنبار، وأيضا انتهى تواجد تنظيم القاعدة في عموم العراق بعد نهايته في الأنبار.
هذا الاستقرار الحقيقة انعكس بشكل إيجابي، بعد أيضا وجود استقرار سياسي في تلك الفترة انعكس بشكل إيجابي على مجمل الخدمات. الثورة المالية اللي كانت موجودة في محافظة الأنبار وبشكل خاص وفي عموم البلد بعد انصعدت أسعار النفط إلى أكثر من 110 دولار، نتج عنها زيادة بالموازنة، زيادة غير يعني معقولة بشكل كبير جدا، خاصة وأن محافظة الأنبار بالذات في عام 2011-2012 دخلتها مبالغ جدا عالية تقدر بأكثر من تريليونين دينار. قمة النجاح والأمن والاستقرار والتطلع للمستقبل هو بمدى التزامنا بالدستور كشعب متحضر سلك طريق الانتخابات أساساً لكل مفاصل وسياقات العملية السياسية. في بغداد بقي رئيس الوزراء نوري المالكي متمسكا بولاية ثانية، وفعلا استطاع البقاء والتشبث بالرئاسة، وتحقق له ما كان يصبو إليه بعد أن جاء قرار المحكمة الاتحادية لصالحه، وذلك باعتبار الفائز بمنصب رئاسة الوزراء ومن يستطيع جمع أكبر عدد من المقاعد داخل البرلمان وليس بحسب ما خرجت به نتائج الانتخابات. كانت أدلجة القضاء في تلك الفترة، وكانت نوعا ما التأثيرات السياسية موجودة خاصة في مرحلة فوز العراقية عام 2010 والانعطافة الكبيرة جدا في التفسير القضائي الدستوري للقضاء العراقي، واللي ذهب باتجاه غير منطقي الحقيقة وغير موضوعي على الإطلاق، خاصة وأننا أساتذة قانون نعلم ونعرف ما مدى هذه الانعطافة الخطيرة واللي نتج عنها إبعاد العراقية، وخلنا نقول بين قوسين إبعاد السنة عن رئاسة البرلمان في تلك الفترة، ومن ثم ذهاب الحكم باتجاه حزب الدعوة وتكرار عملية استلام السلطة في تلك الفترة وتكرار استلام السيد المالكي لدورة ثانية، مما نتج عنا كثير من المشاكل بدأت ككرة الثلج واللي بدأت تكبر عام 2010، نتج عنها الانفجار الحقيقي عام 2013. منذ تلك الفترة وما تلاها تشكلت في محافظة الأنبار انعكاسات سلبية أصبحت فيما بعد كرة ثلج متدحرجة، وكلما تطورت الأحداث والمواقف كلما ازداد حجم تلك الكرة الثلجية حتى وصلت إلى حد إقامة الاعتصامات في الأنبار. الحقيقة المظاهرات جاءت بناء على إفرازات غير منطقية وغير موضوعية كانت تمارس في تلك الفترة. مدينة الرمادي الحقيقة كانت آمنة مستقرة في تلك الفترة، لكن هناك من يعتقد، بل هناك من هو متأكد أن مدينة الرمادي مدينة تدفعها الغيرة بشكل كبير جدا، الغيرة والحمية، لذلك كان العزف على وتر اعتقال النساء واعتقال الماجدات واعتقال العراقيات كان عامل أساسي بدفع أبناء مدينة الرمادية للتخندق، ومن ثم الاعتصام على الخط السريع، وانتشرت وكانت هذه البداية الأولى لعملية انتشار الاعتصامات في عموم البلد. ما حدث في عام 2013 وانبثاق ساحة العزة والكرامة ويطلق عليها ساحة الاعتصام، المواطنين الذي ذهبوا لساحة الاعتصام هم أبرياء أن يدافع عن حقه المظلوم سواء بالأجهزة السابقة أو بالنظام السابق أو ما ضاع من حقوقه في هذه المحافظة. بداية الاعتصامات كانت شعبية عفوية ذات مطالب مشروعة، ولكن سرعان ما تحولت تلك الاعتصامات إلى مسرح سياسي للكثير من الأحزاب والشخصيات السياسية المتصارعة فيما بينها لتحريف مسار تلك الاعتصامات. دخلت أحزاب سابقة وحالية على الخط أرادت أن تستثمر الأمر، وكاد قسم منها يذهب باتجاه إسقاط الحكومة المركزية ومن ثم عملية إعادة فرمتة النظام السياسي وإعادة هيكلة الدولة بشكل أساسي لأجل الحصول على بعض المكتسبات السياسية لهذه الأحزاب أو لتلك. طبعا هذا الأمر كان بدفع من بعض الدول، خاصة الدول التي كانت تسعى لأجل إسقاط المالكي علنا أو سرا. وظهر ما ظهر بعد تاريخ 27/28/2013 بالهجوم العسكري الكبير من قبل قوة عسكرية من بغداد، وتم اعتقال النائب أحمد العلواني وقتل شقيقه علي.
اعتقلت قوة أمنية عراقية نائب المعارض أحمد العلواني الذي يعد أحد أبرز الداعمين للاعتصام المناهض للحكومة في الأنبار، وذلك بعد اشتباكات عنيفة دارت وسط رمادي غرب بغداد استخدمت فيها الأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية. كانت القشة التي قصمت ظهر البعير هي اعتقال النائب أحمد العلواني داخل مدينة الرمادي في أواخر سنة 2013 وما سبقها من إحراق الخيام في قضاء الحويجة في محافظة كركوك، حينها وصلت الأمور إلى نقطة لا عودة. اعتقال أحمد العلواني كانت القشة التي قصمت ظهر البعير، كان بالإمكان اتباع السبل القانونية، خاصة وأنه أحمد العلواني كان نائب ويتمتع بحصانة يستوجب من خلالها عدم القبض عليه إلا في حالة الجرم المشهود. لذلك هم يقولون أنه ارتكب جرم مشهود، لكن أصل عملية المداهمة اللي هي قبل ارتكاب الجرم المشهود اللي يدعون الإخوان اللي جوا على المدينة، يعني كانت نوعا ما فيها نوع من التجاوز القانوني والدستوري، لكن الوضع العام كان يذهب باتجاه ضرورة أن تكون هناك مصادمات. بدأ السلاح يلوح بالأفق بأن المرحلة القادمة بدأت ملامحها السلبية تظهر للعيان. تطورت الأمور وفقدت السلطات الأمنية السيطرة على مناطق الأنبار واحدة تلو الأخرى وسط انسحابات في الأرتال العسكرية والمقر الأمنية من معظم مناطق المحافظة. المصيبة ظهرت بعد الساعة 8:15 بقرار من المالكي رئيس الوزراء العراقي بسحب جميع القوات العسكرية من داخل المدن، وهذا ما ظهر داعش في تمام الساعة 9:30 من تلك الليلة بالسيطرة على مراكز الشرطة في منطقة شارع 60، منطقة الحميرة ومنطقة الملعب ومنطقة البجابر. لم يستمر الوضع على ما هو عليه كثيراً، فسرعان ما دخلت إلى الأنبار مجاميع إرهابية مسلحة سميت فيما بعد بتنظيم داعش، فغيرت مسار الأمور بسرعة فائقة، وباتت هذه المجاميع تسيطر على مدينة تلو الأخرى، ولم يبقى من مدن الأنبار إلا قضاء حديثة والخالدية وناحية البغدادي وعامرية الصمود، حيث بقيت هذه المدن محاصرة لكنها صمدت إلى أن تم تحرير الأنبار بشكل كامل. السر في صمود قضاء الخالدية هو سر أولا والله رباني، فضل الله سبحانه وتعالى أولا وأخيرا، وثانيا تضافر الجهود وقيادة مركزية واحدة. طبعا هناك كان تنسيق في قضاء الخالدية ما بين الحكومة المحلية وشيوخ وجهاء العشائر مع القيادات الأمنية ضمن قاطع المسؤولية في قضاء الخالدية والمتمثلة طبعا بالفرقة الثامنة، وتنسيقنا العالي مع طيران الجيش. بدينا يعني باجتماع طارئ للحكومة المحلية والقيادات الأمنية من الجيش والشرطة، بدينا بعملية مسبقة اعتقلنا طبعا آنذاك في يوم 1/1 أكثر من 300 شخص من الباب الاحترازي لا أكثر. العمليات التحرير بدت نهاية 2015، يعني بلشنا من شمال الرمادي، دخلنا من منطقة الثرثار، كانت الرمادي المدينة السنتر كانت بعدها على داعش. حقيقة كان الموضوع تحدي مو سهل، فمن طبينا عندنا خيار واحد وخيار الانتصار، النصر وأما النصر، ما عندنا غير اختيار، لأن بيوتنا راحت، حلالنا راح، أموالنا كل شيء راح، كلها صودرت، البيوت فلشوها، ما بقى عندنا شيء، فبقينا عاد نريد رجع كرامتنا، رجع شيء لأبنائنا. عيب يقولون أنتم سلمتوا مناطقكم العصابات خارج عن القانون وانتم تدعون بها وكذا سلمتوها وطلعتوا هيك بلاش. احنا داعش نعرف الكل انه تنظيم ارهابي خارجي، اهدافه معروفه اصبحت يعني للجميع، كان يعني انه مثل ما يقول توحيد موقف، وبدينا بنشر القوه على قاطع المسؤوليه مع مسانده الى مركز شرطه حصيب الشرقيه اللي كان هو ماسك القاطع. بدأت القوات العراقية الهجوم على المدينة من محاورها الأربعة، وفعلا بدأت عمليات التحرير تتصاعد بوتيرة ملحوظة حتى تم الإعلان عن تحرير مدينة الرمادي بشكل كامل. جزيرة الخالدية حررت من الحشد الشعبي، صارت أكبر معركة يعني هاي سجلها للتاريخ، صارت في جزيرة الخالدية، صارت رجل
لرجل، حتى الطيران تم تحييده بهاي المنطقة. ليش؟ لأن بعد الطيران ما يقدر يرمي، لأن صار رجل ترجل صارت بالسلاح الأبيض بين قوات الحشد الشعبي والإرهابيين من جهة أخرى. تم قتل أكثر من 1000 من داعش، وأيضا احنا قدمنا شهداء. لا ننسى اليوم دور القوات الأمنية بكل صنوف وتشكيلاتها، كان دور الجاز بكافة الإرهاب، الشرطة الاتحادية، الرد السريع لأبناء الحشد العشائري والحشد الشعبي الذي كانوا هم مساندين يعني لإخوانهم في هذه المناطق. وكان يعني دورنا هو دور أولا وأخيرا هو واجب، باعتبار أنه الاعتداء خارجي يستبيح الأرض والعرض والناس شرفاء، فهو يعني الوقفة كمواجهة أو ردة فعل لازم تكون بحجم المؤامرة أو الاعتداء. يعني عمليات التحرير بنيت على أساس استنزاف داعش داخل المدينة، والاستنزاف الحقيقة أثر علينا كأبناء مدينة. الاستنزاف قام على أساس ضرب داعش أو ضرب مفاصل داعش في كل مكان. داعش كانت تتمترس بدور المواطنين، هذا الأمر الحقيقة انعكس بشكل سلبي على الواقع الخدمي في المدينة. داعش كانت تستخدم المجاري لغرض التنقل ومن ثم ضرب المجاري. داعش كانت تستخدم بيوتات المواطنين، فلذلك كان الأصل ضرب بيوت المواطنين لغرض قتل داعش. داعش كانت تضع مقاومات الطائرات على المستشفى وعلى المدارس، ومن ثم لم يبقى هناك لا شجر ولا حجر في مدينة الرمادي إلا وتم قصفه، وذلك لغرض إخراج داعش، والتي كانت تعمل على أساس قاعدة القتل وليس القتال، لأن داعش غير قاتل قادرة على مواجهة الجيوش التي كانت في المدينة. مدينة الرمادي وبعد تحريرها أصبحت أكثر مدن الأنبار خرابا ودمارا لشراسة المعارك التي دارت فيها، وقد راهن الكثير على عودتها كمدينة آهلة بسكان والحياة، فمعظم البنى التحتية قد دمرت والمرافق الحيوية هي الأخرى لم يعد لها وجود أصلا، فضلا عن أن المدينة أصبحت مفخخة بالكامل، ما أودى بحياة العشرات من المدنيين والموظفين العاملين على عودة المدينة إلى سابق عهدها. كل المدينة كانت تدمينا وتبكينا، والحمد لله على كل حال. صورنا ما استطعنا، إلا أن الجثث التي كانت تحت الأنقاض هي كثيرة. أثناء عمليات التحرير زنقورة، الأخطاء في عملية التحرير، الأخطاء كانت قاتلة. فالطائرة التي تقصف بيت فيه 27 شخص، هذه كارثة تبكي الحجر، ولكن للأسف لم تبكي المسؤولين ولم تبكي الحكومة، إنه حدث عابر. لحظة دخولنا لمدينة الرمادي الحقيقة أذهلنا بحجم الدمار اللي موجود بيها. لحظة دخولنا إلى مدينة الرمادي لم نصدق أن هناك مدينة تسمى رمادي، أصبحت اسما على مسمى، صارت رماد وليست رمادي. لكن يعني كان هناك إصرار عجيب لدى أبناء مدينة الرمادي بشكل عام. أحسن المتفائلين كان يعتقد بأن مدينة الرمادي لن تعود إلا قبل 6 أو 5 سنوات. أحسن المتفائلين كان يعتقد بأن أهل الرمادي لن يعودوا إليها قبل 3 أو 4 سنوات. القصف الطيران على الوضع صار هنا، تخلخلت هسه، أي مي جار الطابق الثاني أو الثالث يغسل قاعد ينزل مي على الأرضي، وهي مهدمة تعتبر، بس واقفة بالقدرة واقفة العمارات يشوفونه، وأي ضربة قوية عن تسة تفكفكت ومي قاعد تنزل ومشاكل وكهرباء وتطبق، وخايفين احنا من أي عاصفة أي شيء مطرة قوية النوب يجوز احتمال سوينا فت كارثة. أيقن أهالي الرمادي ومناطق الأنبار الأخرى أهمية مدنهم ومناطقهم، فوقفوا وقفة رجل واحد عازمين على إعادة الحياة إلى مدينتهم رغم كل التحديات والظروف المحيطة بهم، ولكنهم بعد عام واحد فقط استطاعوا أن يرجعوها وأن يعودوا معها مبتسمين رغم كل الآلام والجراح.
كان الإصرار عجيب لدى الجميع. أنا كنت الحقيقة غير مقتنع بأننا ممكن أن ننجح في هذه العملية، خاصة وأننا دخلنا المدينة بدون أي آليات، بدون أي إمكانات ممكن أن تساعدنا لغرض مباشر بعملية إعادة الحياة للمدينة. حقيقة أنا استعجلت العودة ليس لأعيد محلي أو مكتبي أو داري، أنا عدت واجتهدت في ذلك رغم كل الموانع اللي وضعها المسؤولين، كل الموانع وضعها المسؤولين لا يريدون أن أدخل وأصور كارثة العصر، كل شيء مدمر، والحمد لله تمكنت من تصوير أكثر من 1,000,000 صورة وهي قليلة. في نيتي أنشر كل ما صورته في كتاب، يعني أنا ما أخفيك أحيانا موضوع أصور 10 لقطات في مختلف الأجواء، في مختلف الاتجاهات، في مختلف الأجهزة، مختلف الإعدادات، أحاول قدر المستطاع أن أخرج بصورة أعرضها مستقبلا لأبنائنا وأطفالنا وللناس أنه هذا الذي جرى في محافظة الأنبار. صحيح بإمكاني أن أصور كل الأضرار المادية، إلا أن الضرر النفسي الذي وقع علينا وعلى أبنائنا وعجائزنا وشبابنا أعجز عن توثيقه، خاصة وأن مدينة الرمادي تستحق الكثير لأنها مدينة ظلمت بشكل كبير جدا، ظلمت سابقا عام 2007 وظلمت الآن، ولا زالت المظلومية الحقيقة موجودة عليها بشكل كبير جدا، لكن للأسف الشديد إلى الآن لا يوجد ممثل لأبناء مدينة الرمادي، ممثل حقيقي قادر على استحصال حقوقه من الحكومة المركزية وإجبار الحكومة المركزية على النظر بعين الاعتبار لمدينة دمرها الإرهاب والعمليات العسكرية. مدينة دمرت أكثر من 60,000 وحدة سكنية فيها بشكل كبير جدا، تحتاج إلى تعويضات بشكل كبير، تحتاج إلى مراعاة بشكل أكبر، خاصة وأننا نعلم جيدا أن القاعدة خرجت من الرمادي وانتشرت في عموم العراق، وتم تدمير القاعدة في الرمادي ودمرت في عموم العراق، وداعش خرج من الرمادي وانتشر في عموم العراق، وبدأت نهاية داعش من الرمادي وانتهت في عموم العراق. إذن الموقع الجيوسياسي لمدينة الرمادي قد يكون العامل الأساسي بقيادة العراق بصورة أو بأخرى، لذلك أعتقد أن الرمادي تحتاج إلى أن يقودها أبنائها، إلى أن يخرج أبنائها إلى الواقع السياسي الوطني، ومن ثم إبراز مشكلتها ومعاناتها وإمكانية معالجة كل الأخطاء اللي موجودة. لكن مع هذا أنا أعتقد بأن الرمادي بشكل خاص والأنبار بشكل عام ستكون هناك فيها إعمار أكبر، روحية أكبر، نتاج أكبر، وستكون أعتقد الأنبار هي المحافظة الأولى في العراق خلال سنة وسنتين. وها هي الرمادي والأنبار تعودان من جديد، فلا يعرف الأمل إلا من جرب الألم.